اسكت من القسهام من ريت اجربها ما ردت بس الناس تشفين شر. الله الله. البعض يقولون في الوقت الحالي شهد الخزاعي هي ابرز الشعر، يعني لا شعر ولا شعر حتى اكون صريحه. ايوه تعشون هيك يعني انا طفره نوعي. انت ايش قد عمرك يعني ما اعرف هذا الابداع. انا اليوم دخلت ال 18 استاذ رائد حياتنا الي رائد ابو فتيان تحياتنا الي. سالني على وزن القصيده صفنت ما اعرف شنو وزن القصيده. اللون الاسود بالنسبه لي هو الشهداء، حزننا الوحيد في الدنيا. وش حلو بعض من الشعرات ظهرا واختفت بسرعه. السبب هو سهوله الوصول. شخص حبيتي وحبك وقالك انت اليوم مرتي وانا ما اخليش تطلعين بعد الاعلام ابد. لو كان اكو سبب مقنع ممكن، لكن انا كانسانه صاحبه هدف ما راح اتخلى عن حلمي. القضتها نوح بنوح بيها الوقت خان، عوز الفلوس يهون بس عوز الاخوان. الله يعين هالما عدها اخوان، المن تشكلوا بيها الوقت خان، المن تمشي ويسد نهر الدموع. ما يتعوض العنبر بالدنان، ما ينفهم من حروف المعاناة. تحس عاش الضوى ما بين عميان، شلونك لا تقلها تكثر الجروح. مبنية بقلبها بيوت الأحزان، تنطق تنشتم ما تزعل تخاف. تزعل وين إذا ما عدها وليان، اللي يمسح على الراس ويمسح دموع. ما توحش الزين البقى وغمان، طير بنص قفص والكاتلك شوف. رغم ما بالقفص ما عدها جنحان، العدها خو وبالضيج يسأل عليها. خل تمشي للعباس ومحن يديها. مساكم الله بالخير والعافية متابعينا الأفاضل، متابعين برنامج جرف شعر. مثل ما عودناكم كل حلقة وضيفنا نجم، اليوم نجمتنا نجفية من النجف من مدينة العلم والعلماء. خلونا نرحب بالشاعرة الكبيرة شهد الخزاعي. أهلا وسهلا بك إن شاء الله، الله يعزك ويسلمك ومتنا على الدعوة وعلى حسن الاستقبال. يا أهلا وسهلا بك، تليق بالشعر. حياك الله، الله يعزك ويا مية هلا. إن شاء الله ما حسيتوا بالتعب. لا لا الحمد لله. أنا هنيكم أنتم بمدينة الفحل، بمدينة العلم والعلماء، مدينة مولى الموحدين أمير المؤمنين. أهنيكم شابعانين زيارة. أي والله الحمد. شلون الشعر هالأيام تشوفينه؟ شلون وياك يعني خما ماخذ من وقتك، ماخذك من عائلتك؟ لو لا الشعر حلو بكل حالاته. مرات يعني تكون أكو يكون أكو انشغال، أكو ابتعاد عن الشعر بسبب العمل أو شيء، بس أنا يعني الشعر أعرف شو وقت أرجع له. الشعر موجود دائما، الشاعر ما يقدر يغيب. أكيد أبد ما يغيب. أكيد فطبيعي. البعض يقولون في الوقت الحالي شهد الخزاعي هي أبرز الشاعرات، شنو ردك على هذا الكلام؟ لا أبدا، يعني أنا مو الأبرز حاليا. أنا شاعرة، البعض وصلني هيك. أنا شاعرة لكن مو الأشعر. حلو. وبارزة لكن مو الأبرز. حلو اليوم هذا من اليوم أنت واصلة ونجمة وتطرقين بهيك مواضيع حلوة وتواضعك. نسمع شيء بالبداية، بداية البرنامج. إن شاء الله نبديها بالجديد. إيه أكيد. ضم بعاستك قل لهم أنا بخير، ضم بعاستك قل لهم أنا بخير، اللي ما يعرف إيش فيك يقول هنيالك. الله. اللي يناوش نهر للغيمة شابع خير. الله الله. من تنترس عينك تبقى رسلالك. ضم بعاستك، ضم بعاستك قل لهم أنا بخير. جميل. اللي ما يعرف إيش فيك يقول هنيالك. فعلا. اللي يناوش نهر للغيمة شابع خير، من تنترس عينك تتقل سلالك. الله الله. بشباشك علق. نعم. شد بمكان عيون. الله. بشباشك علق شد بمكان عيون. مكان عيون. منحب لو انتظر لو عوفك بحالك، عيونك ترخص من العافة كي بتشيك. تعلم دمعتك خليها لمثالك. الله. عيونك ترخص من العافة كي بتشيك. اي والله. تعلم دمعتك خليها لمثالك، السمعة مراية من توقع تكسر وجوه. الله الله. السمعة مراية من توقع تكسر وجوه. اي والله. حجي الناس زحمة يصير شتالك. الله. لا تحقد ولكن اذكر العافوك،
أكو صدمات لازم يبقن ببالك. الله لا تحقد ولكن اذكر العافوك. أكو صدمات لازم يبقن ببالك، تعلم تمشي وحدك حتى لو مصيوب، ترى ما تلقى يمك واقف خيالك. الله تعلم تمشي وحدك حتى لو مصيوب، حتى لو مصيوب ترى ما تلقى يمك واقف خيالك. تعلم تمشي وحدك حتى لو مصيوب، ترى ما تلقى يمك واقف خيالك. بصدرك حط رمح وانت على ظهر الخيل، بتشف غيرك مذلة برمحك شوالك. الله اوقف للي يحبك سند مو ديان. الله اوقف للي يحبك سند مو ديان، مو ديان من تحتاجه ويعوفك اش تسوالك. لا يا ابوي انفرد عن السرب وحدك عزيز تصير. الله الله انفرد عن السرب وحدك عزيز تصير، لا تقبل يشبهك حتى تمثالك. الله للما قال وينك من قلت محتاج، سد بابك لمن تتعدل احوالك. الله الله يعزك. الله 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 يسلمك. جميل هذا الوصف. زين هذا الوصف بالقصيده نفسه بالواقع، بواقعك تقولين دائما نكون يعني خارج السرب حتى تمتاز حتى حاليا. ايه حاليا حاليا. ها خير. زين تشوفين اليوم الشاعرات يعني مثل الشاعر بالمهرجان على المنصة بالمهرجانات الوطنية والثورية نفس الشاعر بالحماسية وال نفس الجواب مرة شوية حاليا. ايه حاليا تختلف جذريا عن سابقا الشاعرة. نعم. اليوم تكتب بنفس النمط اللي كتبه الولد، وهذا الشيء صراحة حتى أكون صريحة أنا هذا. نعم. رأيي هذا شيء مو إيجابي. نعم. آه. والله مو إيجابي، يعني اليوم المرأة تتميز بإحساسها. صح. لكن إحنا اليوم الوقت أخذنا أنه إحنا نكتب بهذه الطريقة. جميل. أي لكن المرأة حلو أنه تكتب بإحساسها وشيء منفرد يختلف عن اليوم اللي احنا نكتبه. خو انا اكتب هذا اللون. صح. لكن انا اميل للاحساس اكثر. صح. هاي الصراحه. كاتبه نبطي. اي كاتبته. يعني انا كلش من عشاقه. والله انا مؤخرا حبيت النبطي. كاتبه يمكن بس نص. اي حلو نسمع. اقول ارحل وكونك تعجل بالرحيل، ارحل وكونك تعجل بالرحيل، خشنا روحك ما لها بشغل الدلال. الله أنا حبك لكن الحبك دليل، ما لقيت ولال في بالك مجال. الله الله نظرة منك دوخت قلب العليل، وكلمة منك قطعت حبال الوصال. الله في الكرامة عذرني كل حسنك قليل، وانت عد للصحرة كم شالت لمال. جميل. في الكرامة عذرني كل حسنك قليل، وانت عد للصحرة كم شالت رمال، ما وهكتك فيني يتساوى الرذيل، وانا اهتربات المضايف والدلال. الله والنعم. ما وهكتك فيني يتساوى الرذيل، وانا اهتربات المضايف والدلال، وش تبي نركع ونبنيت الاصيل، الاسم عرد قبل لا اقول السؤال. الله كفو. غيمة لا طاحت ولا تقبل تميل، وما اخاف وظهر زاهب للنصال، تو بديت اكبر وحارة وفيني جيل. الله الله ملي عيني وفيني لمحة من الغزال، في غروري وعزتي ينافسني سيل، بحور ما تقدر تسد عين الجبال. والله كفو. في غروري وعزتي ينافسني سيل، بحور ما تقدر تسد عين الجبال. جبال. ارخي صوتك ما نبي سمع ثقيل، ولنح مثلك واسكت في وقت النزال، الحين ودك دمعتي في هجرك تسيل، اعذرني ما تنزل على شباه الرجال. الله الله يعزك. الله الله هاي القصيدة ما اريد احرجك انا، بس هاي واقعية لو من وحي الخيال هذا الموضوع. هذا الكلام قلي له روح من وحي الخيال يعني. جميل. لا لا. اليوم نشوف الشاعرات، بعض الشاعرات عندهن مثلا، تحياتنا لها الشاعرة صابرين الكعبي عندهن هي المثل الأعلى. اليوم منو مثلك الأعلى من الشاعرات؟ نعم والله كلنا احتز بهن واشرب بهن. يعني ما حطيتي فد شاعرة ببالك؟ والله أنا يعني لا شاعر ولا شاعرة حتى. آه. أكون صريحة. أي أيوة والله يعني أنا ما خليت إنه إنسان ببالي إنه هو أقتدي بي أو يعني شو هيك يعني. ايه. من الفترة أي من صغري يعني، أنا كنت صغيرة وما كنت أسمع للشعر ولا كنت أعرف الشعر. شلون طبيتي بهذا الحال؟ ما أعرف أنا كتبت الشعر، حتى أهلي استغربوا مني لما أقول لأهلي إنه أنا كتبت هذا النص يضحكون علي. طفلة ايش معرفها تكتب شعر؟ احنا الشعر سامعينه شعراء كبار يطلعون بالتلفزيون يقرأ، هسه هاي طفلة تجي تجيب قصائد تقول انا كاتبتها؟ مستحيل مستحيل. صحيح. فلما كبرت و كبرت النصوص ويا صحيح الحمد لله. زين احد من اقربك يعني
شاعر او لا انا حبوبتي انا طفره نوعي. حلو، عندنا فقره بهذا البارت هي قصيده الموقف. تذكرينا فد موقف ومجسدته بقصيده، اي شيء اي شيء ببالك. انا ما راح ابدي لك من موقف، انا راح ابدي لك من مبدا. تمام. اينما يجلس قيصر فهو راس الطاوله. اينما يجلس قيصر نعم فهو راس الطاوله. انا تدوس وتمشي هاوى عرب. جميل. انا تدوس وتمشي هاوى عرب، ما اخذ الطبع الهيل من ينسحك، ما دنقت خوف المرض تستحي من تثقل تدنق شلون العثك. اي والله للدنيا من طبيت صاحه وهلا. اي والله هلا. شاهينه مثل الريح ما تنسبك. الله. شاهينه مثل الريح ما تنسبك، شفت القبال الناس يحلف كذب واحنا بصغرنا نخاف نحلف صدق. الله الله. شفت القبال الناس يحلف كذب واحنا بصغرنا نخاف نحلف صدق. ما غثني لي سولف ويحكي بحقد. ها. ما غثني لي سولف ويحكي بحقد او يحكي بحقد، تنور طين ارتاح من نحترق. الله الله. بعدين مو هسه افرغ لكم ورد. الله. بعدين مو هسه افرغ لكم ورد، شيله وقلب هيثور من تختنك. والله صحيح. ما جاسرت واحد وصوت ارتفع، احسب حساب الجفن من ينطبق. الله. واتماشى نخله بنص سنابل خضر. اتماشى نخله اتماشى نخله بنص سنابل خضر. جميل. بس بالطبع عاقوله ما تنشود. الله الله يسلمك. والله انا اصفق لك على هذا النص. الله يسلمك. طبعا كلمات هذا من الجدد. ايه. يخبلن. انا هنيج. الله يسلمك. طبعا بارت الاول خلص بدون ما حسينا بالوقت لعذوبه كلامك. الله يعزك ويسلمك. احبتي المشاهدين، فاصل وراجعكم. احبتي المشاهدين، رجعنا وياكم من بعد الفاصل مع الشاعره الكبيره شهد الخزاعي. حياك الله. شنو خطواتك اللي راسمتها ان شاء الله بالمستقبل؟ يعني راسمه في شيء ببالك مثلا؟ ان شاء الله نشوف لك في الديوان. نعم، انا اصدرت ديوان العام الماضي. حلو. وان شاء الله. انا صراحه من زمان حابه فكره تقديم البرامج، لكن هي فكره صعبه، يعني مو اي شخص يدخل بها اذا ما كان متمرس ويعرف بهذا المجال. فانا الصراحه هاي الفكره ببالي بس مأجلتها. مو دخل لبوقك الاسئله، واحنا حتى لو احنا قدام الكاميرا اسهل منها معكم. اقرب الله شاهد، اقرب اتفاقيه تصيرك على برنامج وافقي. اي شيء كلش قاعده. وحياكم الله، مساكم الله بالخير، شلونكم؟ وكانما شخص مسير عليك. ما شاء الله عليك استاذ. والله نسمع نص بارت الثاني بس يا حبذا مو حزن، يعني اشوف احنا اليوم ليش غيرك خلصانا من الحزن. ليش غيرك يقعد يفل القصيبه؟ الله. ليش غيرك يقعد يفل القصيبه وانا كنت مرايتك مو بس حبيب. الله. ليش يم غيره وصيح لك تعال قلبه ما ينطين اخونك بالحلال. وتش الله. ليش يم غيره وصيح لك تعال من البدايه. ليش غيرك يقعد يفل القصيبة وأنا كنت مرايتك مو بس حبيبة. جميل. ليش يم غيري وصيح لك تعال قلب ما ينطين أخونك بالحلال. أي والله. ليش مو حتى بسواد عيوني شيبة. ليش أنا كنت مرايتك مو بس حبيبة. الله. ياهو مثل تكسر بقلبه ويجيك أنا ذاك الباع روحه ومشتريك. أي والله. ياهو مثلي تكسر بقلبه ويجيك انا ذاك انا ذاك الباع روحه ومشتريك. والله من قلبه اللي كان منك عرفتك. الله الله. والله من قلبه اللي كان منك عرفتك، من شفتني بعلو الغيمه وبيه تخزر مو فرح كانت نظرتك. الله الله. انت مدرب يا ثمن فارغ بعتني، انت مدرب يا ثمن فارغ بعتني، من بست عينك وتعرف بيها فرقة وبتشذب ما حذرتني. الله. من بست عينك وتعرف بيها فرقة وبتشذب ما حذرتني. مو مطر ورج في قبالك من برودك يمك أرجف، مو مطر ورج في قبالك من برودك يمك أرجف، وانت قد ما شذبتني قمت ما ثق بكلامي ومن أقول شلونك أحلف. الله.
ومن نقول شلونك احلفونه. قلت لك لا تعودنا على دربك طفله من نتشين نتعود وتعبك. وانا قلت لك لا تعودنا على دربك طفله من نتشين نتعود وتعبك. يا بخذ بيك الجقاره تبوسها ولازمها بيدك، والله من قد ما احبك حتى لو عايف نريدك. الله يا بخذ بيك الجقاره تبوسها ولازمها بيدك. شنو هذا الحكي؟ هذا حكي سويسري. هنا انا ملوحه. أنا هنيك على هاي القصيدة اللي تخبل كل حاسيس ومشاعر وغزل. لقيت صعوبة بداياتك بالشعر؟ بالشعر أكيد. لا صراحة يعني ما لا صعوبة أبدا، الجمهور حبني من البداية الحمد أكيد. لله والشكر. شو ما تحبين أنت على هذا الكلام الحلو؟ الله يسلمك. أي البداية كانت سهلة، لكن بدت الصعوبات. شوف الوصول أصعب صح. إنه أنت تفكر توصل، أنت من توصل بعد أصعب، الاستمرار كلش صعب. يقول 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 مو سهل الوصول. ايه؟ أو العفو مو صعب الوصول بس صعب الحفاظ. إيه صعب إنه ايه؟ تحافظ على أنا مكانك اللي وصلت لها. إن شاء الله أنت نجمة. واليوم اسم لامع. عندنا فقرة بس تعالوا. اليوم شهد من تقول له بس تعال. أنا ما شخص يمك. أباوع. أباوع بالمرو ما مش شوية هلاي يمتحملني بعنادي. الله الله وجهلي. أباوع بالمرو ما مش شوية هلاي يمتحملني بعنادي ويا هلاي. وعلى يومية ما أقعد ويا هلي أخاف من أضحك يشوفوك بي. الله الله يسلمك. الله الله يسلمك. وبعد بعد أريد يضحك إيه؟ وأقول للناس سووا لي شارة. يضحك وأقول للناس سووا لي شارة يحرق بقلبه يقوم هو وسمارة. الله الله. يا من كونك علي اليوم بسمار يا محفور بخيالي حفر. بسمار شوازان وطحت يا ناس بسمار وبعيونه وسمارة يعيل بي ضحك لي. ضحك لي وانا مدري صار بي مشكلة الخجل بين علي. حلو. ما حاشاني نظرة وطالت اسبوع. الله. وقلت هذا البشر مخلوق لي. الله. سود عيونه بس شو كلش كبار فدوة تروح العيون البقية. الله الله. الله الله. كاتبة شي على الأخت. على الأخت؟ إيه. أنا والله كل ضيف يجيني هنا أحشمة على هاي المواضيع. الأخت. الأم. أنا كاتبة على الأم كاتبة على الأخت. عفية. اليوم كلنا أسمح. بما أنه أنا ملقب بشاعر الأسرة. إيه صح. مواضيع كل اجتماعية. حتى انطلاقية الحلقة حكيتش على الأخت. والله أنا عندي أخت واحدة صغيرة أصغر مني وهاي أعز من روحي يعني كلش أحبها هاي موجودة ويانا بالصحة والعافية وتحياتنا لها. الله يسلمك. تشبهني بتفاصيلي وأحب من توقف بسدي. أختي تمسح دموعي إذا كل الخلق ضدي. الله. تشبهني بتفاصيلي وحب من توقف بسدي. أختي تمسح دموعي إذا كل الخلق ضدي. تتحمل مزاجيتي وحن علي من عندي. الله. تتحمل مزاجيتي وحن علي من عندي. أبشركم الحلوة كنت لاعبها إيه؟ كبرى صارت بجدي. الله. الله يسلمك. الله. إن شاء الله دوم مجموعات وبس المودة بيناتكم. الله يعزك ويسلمك. على الأم شنو كاتبة؟ هاي الساحقة برجليها على الجنة. الله. هاي الساحقة برجليها على الجنة. برجليها على الجنة بحكيها تعذب ما ينشبع منه. حلو. إن قاعد يم رجلها نقلها لا تبكين خاف تراب رجلك ينقلب حنة. هاي الساحقة برجليها عالجنة بحكيها تعذب ما ينشبع منه. اي والله. انك قاعد يم رجلها نقلها لا تبكي خاف تراب رجلك ينقلب حنة. الما غمضت عينه واحنا سهرانين. الما تاكل حرف لما نتوكلنا. وما حسينا طول اعمارنا احنا يتام اكو نسوان حتى الابي عوضنا. الله. وما حسينا طول اعمارنا احنا يتام اكو نسوان حتى الأبي عوضنا. أي والله. وما مهتمة نزعل بس علينا الدور حسينا بقلبها حرورة التنور. الله. كانت تبتسم وتضم حزنها تريد متبين دمعها وتحزن بعاشور. الله الله. الما تاخذ دواها وتشتري الردنا. الله. الما تاخذ دواها وتشتري الردنا وإذا نتمرض توزع عمرها نذور كذب ما نبقى يمها وعود زعلانين قعدتنا بحضنها تساوى 10 قصور. الله. كل هذا الدلال وتسعى ما معقول هالحنية بد مو مال 9 شهور تزعل واحنا نضحك بيها فرحانين
تطلع ريحة الهيلاية من النتفور. الله الله يسلمك عما نهنيها بيج هاي الكلمات. الله يسلمك. حلو هاي اليوم الإنسان من يسولف بحق أمه بحق أخته. أنا أتمنى هاي الرسالة توصل من خلالك للشاعرات والشعراء، أتمنى أن يكتبون هاي المواضيع الاجتماعية. صحيح. شنو الشيء اللي ما تحبينه؟ أكثر شيء ما أحب البرود. الله حل ما أحبه. هو من يحبه؟ إيه أتمنى أعرف إيش سواك هالقد بارد بردك، أتمنى أعرف إيش سواك هالقد بارد بردك، ما حد حابك مثلي وما حد عاقل بقدك. الله أتمنى أعرف إيش سواك هالقد بارد بردك، ما حد حابك مثلي وما حد عاقل بقدك، سامحتك وبي الصوت أنا تجاوزت زلات وأنت تجاوزت حدك. الله أنا تجاوزت زلات وأنت تجاوزت حدك، أريد أحكي وبرودك ما يخليني، دنيا وباكر غيابك ينسيني. الله أريد أحكي وبرودك ما يخليني، ما يخليني، دنيا وباكر غيابك ينسيني، وخاف أظل مع الزوضة من أحكي وياك، أنت وذكرياتك طفتوا من عيني. الله الله طاح كلش. خلي ولي زين اليوم اللي حلو الشاعر من يترجم جروحه. صحيح. أنا يمكن قلتها بأحد الحلقات يعني هسه مو شاعر جوز اللي قال صاحب شاعر ويفضفض يمه. صح. بس إحنا الحمد لله. الحمد لله. نقدر نترجم جروحنا. صحيح. من خلال القصائد. هاي نعم. أي والله. الدارمي إلى حصة. مرات أكتب دارمي. حلو. أسكت من القسهام من ريت أجرها. أسكت من القسهام من ريت أجرها، ما ردت بس الناس تشفين شرها. الله 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 الله. حلو. أنا أقول مو شايب وحطيت عكازة بيدي، شايلها شي ما صار ولفو عضيدي. الله. بارت الثاني همينة أشرف على الانتهاء إن شاء الله. أحبتي المشاهدين فاصل وراجع لكم. أحبتي المشاهدين رجعنا لكم من بعد الفاصل، هذا البارت الأخير مع الشاعرة شهد، حياك الله. الله يحييك. ما حسينا بالبارتات الراحة. لا والله ما حسينا. اي والله. فبهذا بداية البارت أرد أسألك، شهد الخزاعي أضافت للشعر لو الشعر ضاف له؟ اليوم الشاعر هو يضيف للشعر كتاباته طبعا. أكيد. والشعر أيضا يضيف للشاعر، يعني أخذ وعطى الموضوع. حلو. يعني أضاف لك. أضاف لي طبعا أضاف. وأنا إن شاء الله بكتاباتي أنا ما أقول إنه هسه أنا ضفت للشعر، أنا أتوقع مستقبلاً راح أضيف للشعر. حلو. نعم. نسمع شيء بداية هذا البارت. أقول أنا المتعوب بس ما أقول، أنا المتعوب بس ما أقول، حل ما عندي بس الغير عنده حلول، أنا المتعوب بس ما أقول، حل ما عندي بس الغير عنده حلول، ومن قد ما الواهس حتى ناقش ناس بين لهم ومصدق الحكي ما معقول. الله. غير اللي ينهضم يحكي انا تأذيت شي ما اقول. الله. غير اللي ينهضم يحكي انا تأذيت شي ما اقول، واتفائل واقنع روحي بس شي صدق قابل يمشي من يتفائل المشلول. لا يا أبو. واتفائل وقنع روحي بس شي صير قابل يمشي من يتفائل المشلول، ومو بس بقراري اتراجعت مجبور، أنا إنسان عن أفكاره ما مسؤول. الله. وما حسباله هي جمباء أثار النظر عكس اللي يخطر على البال، ما يندل اللي يمشي وصافن على القاع، ومرات النفس موجود وأغرق وأنا بفراشي، ومرات أنسى وين البيت وأندى الغرفة نعاشي. الله. وياه اللي قلت واقف لي طلع واقف لعزل، ياه اللي قلت واقف لي طلع واقف لعزل، ومثل اللي يخجل من أهله إذا غلطان هذا بالمراية يتمنى باوع له، واللي يحجون بالسر يمي ما يخافون لأن ما عنده واحد حتى سولف. الله الله. اللي يحجون بالسر يمي ما يخافون لأن ما عنده واحد حتى سولف. جميل. أقنع حتى بالماكو وغير كل شي ما قانع، والذلل ورا الحيطان تشبه عيشة الشارع، أقنع حتى بالماكو وغير كل شي ما قانع، والذلل ورا الحيطان تشبه عيشة الشارع، لو شايل جبل ويطيح ما أدري شو قاعد، والطشار وماكو بنادمي مني. الله. لو شايل جبل ويطيح ما أدري شو قاعد مني، والطشار وماكو بنادمي مني، ما متعوب بيتي كثر نفسيتي،
ولأن مرات أنسى اسمي أحط يم راس جنسيتي. الله ما متعوب بيتي، ما متعوب بيتي بكثر نفسيتي، ولأن مرات أنسى اسمي أحط يم راس جنسيتي. أبكي ومن بخاف أشرت وأصفن بالسقف ساعة، أنا حتى من يروح ما حد يحضر وداعي، وشكو واحد ضحك لليوم مكان قاعد بمكاني نجدان ثقلانات ما يتعب يركض قد ليتان. الله الله قاعد بمكاني نجدان ثقلانات ما يتعب يركض قد ليتان، ولو تتهمني بايق ما اقول لك ليش، ومثل عقدة الحاج بعاقد لساني. الله ما ادري ايش ما تبي وش خلاني. الله الله يسنك. شنو هذا الابداع؟ الله يسنك، جزء من ابداعك. لا عمي لا، وين انت ايش قد عمرك؟ يعني ما اعرف هذا الابداع. انا اليوم دخلت 18، يعني يوم عيد ميلادي اليوم. اي يعني 2006. انا 2006. صلوات على محمد وآل محمد. عمي شن هاي انت بعد جوز 5 سنين؟ ما الله العظيم، ان شاء الله. ان شاء الله اسم مهم. الله يسلمك. هاي الكلمات وهذا الابداع وهاي الصور الشعريه، وانت بهذا العمر وبدايتك تقولين عمر الشعري سنتين. صح زين، سنتين بهذا الابداع فعلا. هاي الفتره الحقيقيه. صح، هاي بدون الفترة تعلم بدون دراسه. فاهمك. اي انا طلعت باول لقاء لي، انا اذكر وقتها استاذ رائد، تحياتنا له، رائد ابو فتيان. لا تحياتنا له. سالني على وزن القصيده، صفنت ما اعرف شنو وزن القصيده، انا كاتبتها ما ادري. ليش لا تعرفينه؟ والله 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 العظيم يعني كنت بدون ما درست. هي تجي صح، هي اي على الفطره احلى. اي حلو. الله يسلمك. وين سفرتيني؟ وين وديتيني بهاي الكلمات؟ شلون تقولين إلي تاني يتعب أكثر من اللي يركض؟ إيه ما يتعب. ما يتعب اللي يركض قد اللي تاني. الله 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 يسلمك. الله الله يسلمك. وصلنا وياك لفقرة العلم العراقي. العلم هذا فخرنا، هذا أمنا وأبونا وكل شيء وسمعتنا. صحيح. شنو يعني لك العلم العراقي؟ أنا العلم كل لون بيه يتجزأ لشيء معين. حلو. مثلا عندك اللون الاحمر بالنسبه لي هو الثوره. فعلا. واللون الابيض بالنسبه لي هو السلام، والسلام هو الامام الحسين. اللهم صل على محمد وعلى اله. والحزن هو اللون الاسود بالنسبه لي هو الشهداء. حزننا الوحيد بالدنيا هو الشهداء. حلو حلو. شنو يعني همي حضرت شيء كاتبه شيء على هاي؟ طبعا الالوان. نعم. نبديها اكيد بالسلام بالامام الحسين. اكيد خير الأمور أوسطها. سلام الله عليه. يل تستجيب بغير دعوة، يل تستجيب بغير دعوة، تسوى الدمع يا حسين تسوى. الله. يل تستجيب بغير دعوة، تسوى الدمع يا حسين تسوى. حتى البواج عليك حلوة. الله. لاموني بيك وكل شي ما فات، كل من يحبك بالدمع زاد. الله الله. بالبيت واخذ منك امرات. الله. ما لحقت علطف وعينك، بس سولفوا للعاشقينك. الله. بقماطي وابكي بلاونينك. جميل. من 40 لـ40ك. من 40 لـ40ك. من 40 لـ40ك. بس بضريحك روحي ترتاح. الله. بس بضريحك روحي ترتاح، وهموم يمك كلها تنزاح، لو ما هواك البيه ما راح. يا حسين كل توفيق منك. اي والله. يا حسين كل توفيق منك، وقت الدعاء تسمعني كأنك ما حد قدر يبعدنا عنك. ابد. لما تحزني وجيت احاكيك وبيا دمع يا حسين اجازيك. الله. لما تحزني وجيت احاكيك وبيا دمع يا حسين اجازيك. تعرفني شد عبلاية توضيح، تفهم البي وأفهم البيك. الله. مو إلا زورك يلا شوفك، والعاشق اسمك ما يعوفك. لا والله. مو إلا زورك يلا شوفك، والعاشق اسمك ما يعوفك. راحت الذنوب بحرصك وياي، سواني خوش إنسان خوفك. الله. سواني خوش إنسان. الله 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 يسلمك. حلو هذا النعي. هذا النعي. بعد عندنا الشهداء الشهداء الحق. موت الاعزاز يتعب العين، موت الاعزاز يتعب العين، ما ينقضب دمعات السنين، دول اللي عليهم متنا مرتين. الله. موت الاعزاز يتعب العين، ما ينقضب دمعات السنين، دول اللي عليهم متنا مرتين.
بس ما هم من نغلط نصيح ودموعنا ما ندرى تطيح. الله يا قبر هذا ويا توابيت يطولكم مالت مراجيح. الله يا قبر هذا ويا توابيت يطولكم مالت مراجيح. عفنا البيوت ونهوى القبور بترابكم نتحنى ونزور. عفنا البيوت ونهوى القبور بترابكم نتحنى ونزور. نحرق بصابعنا على التراب ما عدنا حتى نجيب البخور. الله نحرق بصابعنا على التراب ما عدنا حتى نجيب البخور. مو قوة صار الدمع تعويد عن نام وشوغتهم الزيت. اي والله والصورة ظلت جو المخاد مثل الملابس ليلة العيد. الله وحال الله. وحال أم الشهيد تقول دمع يا الفاقد أولادك متردين. شلون دمع يا الفاقد أولادك متردين ردت وجناتي يهدوم متردين. الله دمع يا الفاقد أولادك متردين ردت وجناتي يهدومي متردين. صدق بالمقبرة ما مش الله متردين صدق بالمقبرة ما مش متردين يفزوا لي دو يسدل علي. الله 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 الله. بقى عندنا اللون الأحمر. أكيد اللون الأحمر هو الثورة امتدادا من الإمام الحسين اليوم إلى الحشد اللي ما قصروا ويانا. عفي عليك. أقول يا ذاك الهدوء التارس البيت. نعم يا ذاك الهدوء التارس البيت ويا ذاك الوقت ما نعرف جضام. فجأة الضحكة ماتت والدمع طاح وأخبار الجنايز طالت أيام. الله فجأة الضحكة ماتت والدمع طاح وأخبار الجنايز طالت أيام. صوت الشيلة طالع ما أدري منين وذيك الليلة فن اللي يقدر ينام. صوت الشيلة طالع ما أدري منين وذيك الليلة فن اللي يقدر ينام. ليلة شطول وما خلصت بساعة ظلت مستمرة وطالت أعوام. والحل كان فتوى ترجع الثار بس مكتوب بيها تروح الإزلام. الله شاوحنا البنات نبكي بالباب هم من ريد ناخذ ثار ليتام. بس شفنا الوضع مو مالة عناد عفنا سيوفنا وكضينا الأقلام. الله من شفنا الوضع مو مالة عناد عفنا سيوفنا وكضينا الأقلام. بخت عدنا زلم والخلت الناس ما تحلم تشوف الجو للتام. الله بخت عدنا زلم والخلت الناس ما تحلم تشوف الجو للتام. ندرو مو وقتها ليش وشلون مضمام الوقت مو خوش مضمام. اي أيوة والله مو خوش. ندرو مو وقتها ليش وشلون مضمام الوقت مو خوش مضمام. ما خجلانة دجلة بوقت الغروب هاي قصص ولدنا ودمهم الخام. الله ماتوا حتى نحجوا ونبقى عدلين. اي أيوة والله واندفنت احلام وعاشت احلام. ها ماتوا حتى نحجوا ونبقى عدلين وانهدمت أحلام وعاشت أحلام. الله الله يا قصة فخر والعالم يحير ما حد يختصرها بدور الأفلام. الحل كان فتوى ترجع الثار هذا الحكي ما ناقلته الإعلام. الله الله يسلم. الله فعلا الفضل والفخر للإمام السيستاني الله يحفظه ويخلي خيمة على العراقيين. شهد يعني نشوف بعض من الشاعرات ظهرا واختفن بسرعة السبب وين؟ السبب هو سهولة الوصول. يعني قصدك اللي يوصل بسرعة يختفي بسرعة إذا ما يظل يحافظ ما يبقى. اليوم أي بنية حتى نكون صريحين. نعم. أي بنية تطلع للساحة تقدر تنشهر. اليوم احنا بزمن الريلز بزمن التيك توك بزمن الوصول بزمن انه اي بنيه تطلع ممكن تنشهر. صح. لكن من يبقى من راح يحافظ على اسمه ومن راح يطلع بشاعريته اللي يطلع بشاعريته ما يخسر ولا يختفي ابدا. انا قلت بالبدايه انه الشاعر ما يختفي. صح ابدا ما يختفي حتى اذا راد هو يختفي ما راح يقدر. جائز مرات ظروف مثل تجي للمراه مثلا تتزوج ويمنحها من الظهور. صح وهذا الشيء ايضا يعني سلبي انا اشوفه. إن شاء الله بالمستقبل أنا ما مفكرة يعني لا يعني قصدي حتى لو أنت ببالك هدف إن شاء الله وما شبيه الوصول لا أنا الحمد لله والشكر أنا ما طالعة بأي شيء ممكن يخالف العادات أو التقاليد. صحيح بس يعني في اليوم وصارت القسمة شخص حبيتي وحبك وقال لك أنت اليوم
مرتي، وأنا ما أخليش تطلعين بعد الإعلام أبد، راح توافقين بكلامه وتبطلين الظهور والشعر لو لا؟ لو كان أكو سبب مقنع ممكن، لكن أنا كإنسانة صاحبة هدف ما راح أتخلى عن حلمي. يعني أنا هذا الشيء ما وصلت له بسهولة، أنا تعبت على نفسي، فاليوم الإنسان اللي راح يجي يهدم حلمي راح يهدمني أنا همين بالمستقبل. عفية. يعني اللي راح يهدم حلم شهد الخزاعة راح يهدمها هي. إذن هاي همين رسالة نعم. نوصلها إنه خلي يكون الاختيار صح. صح، الاختيار لازم يكون صح. اللي ما يساندني ما راح يبقى عمر، مستحيل. الله الله. كم شاعر عندنا بالنجف؟ صدق شعرات النجف هواية يعني. هواية. ما شاء الله. إيه. ما شاء الله. تحياتنا لها صباح العقيلي. صحيح، تحياتنا صباح. هدى، ما شاء الله. هدى الكعبي. هدى الكعبي نعم. وجنابج. هواية عندنا شاعرات يعني بعد. إيه إحنا عندنا بالنجف أكثر من 15 شاعر. أنا صاحبة منتدى فأعرف الشاعر. حلو. نعم. حتى صباح همين طرقت بهذا الموضوع. نعم صحيح صحيح. زين شنو ما تشيلون يمنا بديالة؟ سخن صير عندنا شاعرة بديالة ماكو. لا ان شاء الله يعني يطلعون اكيد جيل جديد راح يجي راح يرفع راسنا اكثر. شو اسم المنتدى؟ قصائد. حلو. قصائد يعني هذا احد الاحلام، الاحلام اللي انا اشوفها بسيطه، يعني هو احد الاحلام اللي انا اشوفها بسيطه. نعم نعم، لكن يعني ان شاء الله بالمستقبل يتطور اكثر ان شاء الله التوفيق، يتحول من منتدى قصائد الى برنامج قصائد وراح يخدم الشعر اكثر ان شاء الله. ان شاء الله جاي تقيمون اماسي؟ نعم كل شهر نقيم أمسية. هذا مستمر؟ نعم مستمر. إيش قد يضمن الشعراء هذا المنتدى؟ أكثر من 30 شاعر. حلو. نعم أنا ما أهتم للعدد، أهتم للنوعية. زين ومن المسؤول أنت؟ أنا مسؤول. يعني هويات شيء عدش؟ نعم نعم نعم. الاتحاد العام؟ نعم لا اتحاد الكوفة اللي موجود عندنا في شعراء الكوفة. ها يعني وياه تواصل؟ نعم محلي. حلو. شنو نسمع نص وجداني؟ وجداني؟ أكيد. جانا كله حزن. صعد غيظ النوارس على البياض البيك. الله. صعد غيظ النوارس على البياض البيك، والجفوف ولتلمسك ما نحنيها. ها. صعد غيظ النوارس على البياض البيك، والجفوف ولتلمسك ما نحنيها. لمس جفك عباته وترس روح الياس. الله الله. عفتها بماي زمزم والعطر بيها. الله. باوع للي يحصل نظرة منك عاش، عيني بلاي وجهك ياهو يرويها. ما تقول لي حاشين اللي طلعك مني من ياسو، والبذاكرت منك ياهو يمحيها. الله. لبستك ذهب وقت الهدايا قماش، لبستك ذهب وقت الهدايا قماش، وقلت لهم طينا عينك هي والبيها، وخذ الطبع الفرس ما عاندت وياك، ترى المهرة الأصيلة بشار راعي. أي والله. من صوتك عصافير المدينة تغار. حلو. وضحكتك كلمة قد ما سولفت بيها. جميل. يا تاريخ يكتب صفنة الشباك، ودروب الخطية ما تمر بيها، ضحكتك قلدوها الوادم وبمكفاي. الله. شي التفت من ينجاب تاريخ. الله الله. الله يسلمك. الله. الله يسلمك. حسيتك من خلال النصوص إذا حبيت تحبين وإذا كرهت أكره. سلام الله على الإمام علي يقول احبب حبيبك هون ما، عسى أن يوم يصبح بغيضك، وأبغض عدوك هون ما، عسى أن يوم يصبح حبيبك. أنت خلي خطرك لا 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 أنا لو هاي لو هاي يعني هيك تكرهينا بعد ايه. يا ستار أنا لو أسود لو أبيض ما عندي رمادي. بالله واحد يعني جوز غلط بحقك ولو يعني غلطة لا إرادية، هو لو يشوف شهد إنسان مقدس بحياتك ما غلط عظيم. أي اللي يقدسك يشوفك مو إنسان عادي، شوفك إنسان مهم. صح. أنا ذا يزل وياك راح يخسرك. أنا هنيك على هاي الشخصية. الله يسلمك. أي والله. الله يسلمك. إحنا يعني مثل ما قلت لك البارت الثالث همي أنا أشرف على الانتهاء. والله ما حسينا. أي بالله. ما حسينا أبداً. وما أعرف السيد المخرج يعني لو يمددنا شوية، عندنا فقرة قبل إنهاء الحلقة تتركين دارمي. نعم. أو أبو ذية. هنا تتركين للضيف اللي بعدك. نعم نضيف اللي بعدي. نعم بعد توقيع ما شاء الله. الله يسلمك. شنو كتبتي؟ العافق قبل يتمنى صورة وياك، واللي يحجب قفاك المستحة ترده. الله. طيح شماردت طيح النجاح يريد،
والله. بس وقت الصدق ماك أحلى من عنده. الله الله يسلمك. الله 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 يسلمك. الله يعزك. استمتعت جدا بالحلقة. الله يسلمك. كذلك كنت ضيفة خفيفة الظل وراقية وممتعة. كلمة أخيرة لناسك لجمهورك استشهد. وانا احب انه اشكر منك على هذه الدعوه الجميله، على حسن الاستقبال، واحب اوصل رساله للبنات. نعم. بصوره عامه. حلو. اليوم الشعر هو من احلى الاشياء اللي ممكن انه احنا ندخل بيها، تمام؟ فانا اول الناس اللي شجع اي بنيه تظهر للوسط. حلو. اليوم الشعر شيء حلو. حلو. وبالنسبه للعوائل اللي منعون بناتهم من هذا المجال، اكل يوم منتديات باداره نساء. اليوم المرأة لها الدور بالمجتمع. أكيد. فلازم انه بكل مجال تكون المرأة موجودة، وخصوصا بالشعر. لا تحرمون بناتكم من احلامها. عفية عفية عليك. الله يعزك. عفية عليك. الله يسلمك. احبتي المشاهدين، وصلنا وياكم الختام حلقتنا لهاي اليوم. حلقتنا كانت مليئة بالابيات والصور الشعرية العذبة. انتظرونا ان شاء الله في حلقة قادمة مع نجم اخر. اخوكم بالاعداد والتقديم حسين الزهري. في امان الله.